يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب الكلام عن القرآن: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لاحظوا الآن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه، ايش اللي بيسلكه؟ يعني قرآن في قلوب المجرمين. كذلك ندخله في قلوب المجرمين. طب ايش كيف يعني؟ اذا برد اقرأ آية كمان مرة: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولو كان هذا الرسول مع كل الأدلة. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. طب آية بتشبهها وما وردتش تقريبا نسلكه وسلكناها إلا في هذول السنتين. نسلكه سلكناه، اسلك يدك في جيبك في موضوع ثاني، هيك فاسلكي سبل ربك ذللا في موضوع آخر، لكن سلكناه ونسلكه بس هذول السنتين. نشوف الآية الثانية: ولو نزلناه، الكلام عن على مين؟ قرآن، على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ليش؟ كذلك سلكناه، نفس التعبير هناك، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. هناك لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ماشي، واضح انه انت مثلا لما بتجيب الخرزة وبتدخل فيها السلك، السلك هون إذن الإدخال، ويبدو مش بس الإدخال وبصير في نفاذ. فمثلا بتمسك الخرزة توضعها، بتيجي للإشي اللي بدك تسلكه تدخله، تحطه في الخرزة بينفذ تدخله. وغالبا هذا الإدخال إذا بتلاحظه بيكون في شيء من الحشرة هيك، ولما بدك تسلك مجاري بشيك برضو كيف كان بيتم تسليك المجاري، فيها شيء من الصعوبة، بتدخل سلك بشيك، ويبدو سموه سلك عشان هيك، عشان بدخل وبسلك بشيك سلك. اسلك يدك في جيبك ادخل، هذا الجيب هو، ويعني سهل إدخال الإيد في الجيب، هذه في المنطقة يعني بيكون فيها إيه برضو شك. على أي حال، القرآن بيدخل القلوب، ممكن يدخل قلوب مؤمنين وممكن يدخل قلوب مجرمين، بيدخل قلوب الاثنين. أي لاحظوا، لأنه مش معقول يدخل عقلك وما يدخلش. لاحظوا الآن الآية هاي تتم من الآية اللي قبلها مشان يكتمل المعنى. بيدخل عقلك وما يدخلش قلبك كيف؟ ما هو لما بيدخل عقلك ممكن يدخل قلبك بطريقة إما صحيحة أو غلط. منلاحظ اليوم في مثلا مستشرقين بيكون مقررين انهم لما بدرسوا القرآن من اجل ابطاله، من اجل ابطاله مش من اجل الانتفاع فيه، هذا مدخلهم. وبكون في حياتهم خبيث، ما عندوش موضوعية، وانسان خبيث وهدفه المادي او 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 او. ممتاز، بيقرأ القرآن وبيقرأ تفاسير العلماء، ولو جيت تقول له فسر الآية الفلانية ممكن يعطيك تفسير. نشوف انعكاس القرآن مش على عقله الآن، على قلبه.
على قلبه الآن، كيف بده ينعكس؟ بينعكس بصورة إيجابية ولا سلبية الآن؟ وبيجوز بلاحظوا بعض الطلاب خصوصا مثلا بير زيت، بيكون عندهم من الأساتذة اللي عقائدهم فاسدة، واللي همهم الوحيد انه يرضى عنه الإدارة وراتبه ويروح بعثه، او ترضى عنه الجهات المانحة او 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 او, أو. ومستعد يدرس فلسفة إسلامية، ولكن ايش بتلاقيه كل هاللي اخذه وهو بيحاول انعكس سلبي على سلوكه وعقيدته، يعني على قلبه، سلوكه وعقيدته على قلبه. ليش في ناس لما بدرسوا القرآن بنفعلوا معاه وبنعكس إيجابي، وفي ناس تانيين وبكونوا بعض المستشرقين قلنا بكون دراساتهم متبحرة ما تأثرش، وفي مستشرقين بتأثر. وذكرنا لكم مرة قصة رواها بعض العلماء هذا العصر، انه كان في سفينة، وهذه السفينة طلبوا انه يكون في صلاة جمعة. كان في بعض اللي بيشتغلوا في السفينة مسلمين، سفينة غربية، طيب طلبوا يكون صلاة جمعة، سمحوا لهم صلاة جمعة على السفينة. وقف فيهم اللي بيروي القصة خطيب، وقفوا هالأجانب يتفرجوا شو اللي بيعملوه هذول. بوقف أول شيء خطيب وبصير ينص عليهم، بعدين قاموا صاروا يتحركوا للصلاة. واحدة من الواقفين سألت في موضوع انه هذا القسيس اللي وقف فيكم، طبعا هم بتتصور انه الوقف ايش قسيس عشان بوقف يوعظ، زي هذا القسيس اللي وقف فيكم كان يتكلم، وهي بتعرفش عربي، كان بيتكلم اثناء كلامه كان يختلف في كلامه، يصير في اختلاف هيك في الكلام، يعني شعرت انه في كلام له هيبة معينة، موسيقى معينة، بتفهم شيء لغة صح، بس لغته هو يحكي مرات كان يدخل في كلامه شيء. شو هذا اللي كان يدخله اللي بيختلف عن كلامه؟ لفت انتباهها لما كان يستشهد بآيات انه بيختلف. طب ما واقفين غيرها ليش ما لقطوها؟ ما في غيرها واقف. واحد غربي في يوم من الأيام ماشي في شوارع القاهرة، إذاعة القاهرة كأنها بتعرفوا بكونوا ناس فاتحين في القهاوي وفي غيره على القرآن، فاتحين على محمد رفعت. محمد رفعت تسمعوه؟ محمد رفعت الصوت الخاشع المقرئ، محمد رفعت المشهور قديما اللي له متوفي سنين، ولحد الآن لما بتسمعوا صوته الرجل ماشي في شوارع القاهرة، طبعا هو أول مرة بسمع غناني وهو ماشي، طبعا لغته مختلفة عن عربي. شو هذا؟ سأل الناس شو اللي هذا اللي بيغني على محمد رفعت؟ قالوا له هذا القرآن. شو القرآن؟ ومن هون بدت إسلامه. شمعنا؟ طب ما هم غير، ما هم كثير عرب بكم أركين بنتبهوا اللي بيعرفوا العربي، وكثير أجانب بيسمعوا. شمعنا هذا؟ من كثر ما بيسمع ميز إيش هذا؟ قالوا له هذا قرآن. شو قرآن؟ تعرف بده. وأسلم الرجل. ليش؟ ابحث الآن عن خلفيته، عن حياته. تجدوا إنسان الآن جاهز يسلم. لو مجرم ما هو عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول في يسمع للرسول دروس، والرسول وبيتنزل القرآن وبيشوف العجائب، زي غيره، وبتآمر طب كيف هذا الكلام؟ كيف بيحصل؟ إذا الآن بصير في بين الآيتين تكامل. لاحظوا هناك، واعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه. معناته المرء قوى مدركة وفي قوة فكرة اللي هي القلب، مسألة الانفعال بالموضوع، استجابة، دوافع السلوك، التعاطف، كل هذا موضوع القلب. هم إن القرآن بيدخل برضو، طالما دخل العقول بيدخل القلوب. إذا كانوا مجرمين بيدخل دخول صعب، ولكن صعب وبده إيش؟ مش إحنا قبل شوي قلنا كيف لما بدهم يسلكوا، وكيف لما بدك تحط في المسبحة بشيك بيدخل، ولكن دخول بحيث يمنع الإيمان، يمنع الإيمان. إذا ممكن يدخل القرآن عقول وقلوب، لكن إذا كان مجرم ممنوع، ممنوع الإيمان. إذا هو بنعكس على ضوء، بنعكس في القلوب القرآن إيش الإنسان. ولذلك في الأول شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، مش يعني بمعنى إيه؟ إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن ضمن الحائل هذا على فكرة إنه إذا دخل القرآن العقل، عقل واحد مجرم بيدخل على قلبه بصعوبة، ولما بيدخل بيعطي انعكاسات عكسية، فممكن تجده يصبح أشد عداوة للإسلام، أشد عداوة للإسلام. ومنلاحظ أشكال هذول الناس ومنحاول نفسر كيف بيحصل، أو يتساءل بعض الناس عجيب، طب ما هو القرآن، القرآن مقنع وأدلة وبراهين، طب كيف؟ لأنك مش عارف قانون الإيمان، في عندك قلب وعقل والله يحول بينهم، تستجيب بيرفع هالحائل بيدخلوا على بعض وانسجام تام. لكن إذا بقي هالحائل هذا ودخل القرآن العقل بيدخل القلب بصعوبة، ولما بينفذ فيه بيعطي نتائج سلبية. بدي أقرأ الآيات كمان مرة، بدي أقرأ الآيات كمان مرة.